اف 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 بطل تعالى، ايه ده فين؟ هاو 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 اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده هنلعب لعبه ببجي موبايل. عايزين نفجر الفيديو ده باكتر من 5000 لايك في اول 24 ساعه. واللي مش مشترك في القناه هبقى لك بجد لو مشتركتش هيفوتك كتير جدا، لان بقدم فيديوهات لالعاب كتير روعه هنا على القناه. وفي فيديو جامد قوي نزلته على قناه فتح عضلات، هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن. روح شوفه، اتبسط قوي. وقبل ما نبدا الفيديو بقى احب اشكر كل واحد بيبعت لي شعبيه. ده رقم الاي دي للي حب يبعت لي شعبيه، 5517252115. ويلا بينا نبدا الشغل العالي. ماشي عادي، خلاص انا ممكن انزل عند جاتك عادي، مش انزل دلوقتي حالا. يلا يلا، بس ما انزلش الاقي ناس، يعني عايز الحق لوت بس الاول بسرعه بسرعه، محتاج لوت بسرعه يا عم الحاج. انت يا رخم يا رخم يا رخم، تعالى تعالى. لا ولا اف، جاب 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 سلاح، يا نهار اسود جاب سلاح. هي 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 هي. اهو اهو يلا غيره، في واحد جاي انا شفته، في واحد نزل، انا شفت واحد نزل. ايوه صوت اهو، فين ده؟ في حد اهو. هو 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 في ايه؟ انا بعمل كده ليه يا جدعان؟ معلش يعني مش المفروض اعقل كده، وايه اللي انا بهببه ده؟ ايه ده ده ده؟ انا هشوف دلوقتي التماثيل ده جدعان ولا معرفش الانابل دي اللي عندها لود دي. بس الاول اما امن المنطقه، يعني اصل انا خايف حد يجي لي دلوقتي، فالاول بس ايه الوت الحاجات اللي بره وامن المنطقه، وبعد كده ايه نخش على التقيل. ايه ده؟ شوفوا كام فيست، 3 في المنطقه. ايه ده يا جدعان؟ ده كنز هنا اللوت هنا. ايه ده؟ في حد تاني، تعالى بطل. ايه يا جماعه اللي انا بعمله ده؟ بجد انا مش طبيعي. ايه ده يعني؟ ما ينفعش اللي انا بعمله ده بصراحه، ما يصحش. يعني ايه الاصوات دي؟ ليه؟ يعني انا سايب اللوت الكتير ده كله وراح الوت الولا؟ مش مهم، لا برضو نلوت الولا، شكله معاه حاجات حلوه. بصوا بصوا معاه ايه الولا. عايز ارجع تاني للمعسكر، 3 كيلات يا جدعان في المعسكر دي بيه. يا نهار اسود، هات ده هتبقى حفله، ده اللي هيقرب يا ويلو، هتبقى حفله للصبح. بس المفروض اغير السلاح بسرعه بقى، انا مره المفروض يعني لما السلاح يفضل اغير السلاح، بنسى. تصدقوا الحركه دي ساعات. يلا انا مقيم هنا، اللي عايز يجي لي يجي لي، انا مش ماشي من هنا. يلا اللي عايز يجي لي يجي لي، الجريء قوي اللي عايز يجي لي يجي لي. طب نشوف الحكايات، ان نولع فين؟ اه اوف، اجنيت اهو اجنيت. يلا طلع لي حاجه، يلا اف، ولعت يا جدعان ولعت، هتطلع لي ايه يا ابني؟ ايه ده؟ هي ولعت على فشو؟ اف نزل نزل حاجات اهو، اف الله الله الله، اف اتفحمت يا جدعان البتاع. يا لهوي، استنى اما نولع في التانية كمان، انا اولع في كل. يلا حد جاي؟ لا اوبا بوبا، ولعت يا جدعان ولعت ولعت. والله ما كنتش اعرف الحكايه دي خالص يا جدعان، والله صدقني ما كنتش اعرفها. انا انت اما كتبتها لي انا قلت لا لازم اجربها. في ضرب نار قريب من البطل ده. طب بس نولع في دي بسرعه، نشوف في ايه تاني هنا. اوف حد جاي، ده بيها يقوم بيك. يلا تعالى هوبز 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 هوبز. يا ابني كنت تركن قبل الخيمه بشويه يا عبيط. فازة 3 يا جدعان. عايز اكمل بس في واحد قريب، واحد عمال يضرب نار. فين الولد اللي بيضرب نار ده؟ ايه الله الله الله، وصح ده بلاوه يا جدعان. اف تاني، ارحموني بقى انتوا كام واحد. في حد جاي،
انا سمعت صوت حد بيقرب. فين فين؟ ايه يا جدعان؟ اوه الولد منبطح يا ابن ال حبي. حد قال لك تنبطح يا حبي؟ انت جاي تكمبر جنب الخيمة يا حبي؟ يعني ايه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ يا حبي جاي تكمبر جنب الخيمة يا حبي؟ يا حبي ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش تيجي جنب الخيمة وتكمبر. بطلوا منوبة بقى، بطلوا منوبة بقى، تعبتونا. عايز اولع بقى التماثيل ولا القنابل ده، انا عارف ده ايه. الولا جاي مكمبر يا ابني، انت هنا في مصلح خطر هنا يا ابني، جاي تكمبر جنب الخيمة يا ابني، انت عبيط يا ابني. اوف تعالى تعالى، هي 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 بقى، هي هي. يلا يلا، انا عايز الجيم كله يجي لي هنا يا جدعان. يلا انا هجهز لكم ليلة قوطين. هم ستة تقريبا، ستة. انا خايف بس حد يرزعني سنايبر من بعيد. انا ممكن اوطي واولع بقى براحتنا، بس هو مينفعش اولع وانا موطي اصلا. اف اف يا سيدي يا سيدي، نزل يا ابني. عندك ايه هنا؟ لا مين يا شفتها من هات؟ احنا انا معدي بيه، انا معدي بيه، الله يقرب هخرمه بدي بيه. حد تاني جاي يا جدعان؟ الخيمة خيمتكو يعني؟ تعالوا، اللي عايز يصيف يجي يا جدعان، ما يهمكوش، تعالوا. انا بخاف على فكرة، اما النار دي بتولع بفكر حد بيضرب عليا او حد رمى عليا حاجة، والله بتخض كده. لا لا مفيش حاجة هنا عدلة. لسه الستة الأخيرة. يلا يلا يا جدعان، اللي عايز يجي عند الخيمة يجي، ما حدش عايز يجي. خلاص خايفين ولا ايه؟ والظاهر سمع قال لك ايه ده، في مسجل خطر يا عم عند الخيمة يا عم. يا فكيك، ملناش دعوة يا عم بالمنطقة دي يا عم، اللي هيجيلي الوقت يا ويله يا ويله يا سواد ليله. ولا تصدقت؟ فين ده بقى؟ والله في واحد قرب بس. اوف اوف، هاو 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 هاو. سوري بقى يا كابتن، جماعة أنا هنام هنا شوية يا جدعان، اللي عايز بقى يجيلي من الجيم يجيلي بقى، أنا هنام هنا شوية في الضلة كده. هنام كده شوية هنا في الضلة، اللي عايز يجيلي يجيلي. يلا يا جدعان يلا، أعمل هدوء كده عشان محدش يفكر إن في حد هنا، وييجوا بقى بكل أمان كده يخشوا على الخيمة ويستقبلوني. يعني يا جدعان يا ده على الضحك. ما عادش حد عايز يجي تاني ليه يا جدعان؟ انا بفكر امشي بقى لان الجيم قرب يخلص، وعايز اشوف باقي اللعيبه فين. اف 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 بطل تعالى، ايه ده فين؟ هاو 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 الرجاله الوحوش. بطل انا محتاج اكستند، ده بطل معاك الله يكرمك. اوف انت بطل، انت كده حبيبي، بس مش عارف اخدها. الله ينور، خلاص انت كده حبيبي، انت كده حبيبي، وانا اسف ان انا قتلتك، انا بعتذر لك اهوت يا عم الحاج، انا بتاسف لك ان انا قتلتك، لان انت حرام يعني، انت راجل جدع. انا لو اعرف كده ما كنت اكيد هقتلك برضه عشان اخد الاكستند ده، امال يعني كنت هطلبه منك مثلا تديهوني يعني مثلا. بس احلى حاجه ان المكان ده رغم انه منعزل كده في حته غريبه، لكن تلاقي الناس جايين لك بالعربيات، فبيبقى سهل التنقل. انا اركب العربيه، هو الراجل جاي فول تانك يعني، انت كتر خيرك مديني اكستندد وجايب لي عربيه بفول تانك كمان، انت كده انت مشكور يا عم. سنكمبر هنا سأكمبر هنا.
سأكمبر هنا، سأكمبر هنا. ايه ده ايه ده، يلا اطلع يا ابني يا حبيبي يا ابني. بس انا معيش شنطة جبتها. ايه ده جت لي امتى؟ معرفش والله، يمكن كانت مع الولد اللي انا غفلته ده ولا هنا السور. لا السور ده مش امان، لا لا مكشوف، فضايح ده. بس انا مكبر من دلوقتي ليه؟ الجيم لسه يعني، ما الجيم مخلصش اساسا. ايه ده، انا ممكن اقعد في الفسحه اللي اوف ده تبقى جميله دي. اوف الحته دي اي حد يجي لي يا ويلو، ولو الزون تقفل هنا بقى يا خبر. هقول لكم ايه على روعه المكان ده يا جماعه، مكان استراتيجي في حلقي، مكان في حلقي جدا جدا، مكان في حلقي، في حلقي بغباء يعني. الله مكان رهيب، ما حدش سألنا يعني ايه فحلقي، ما اعرفش. دي لو ترمي دروب ممكن تيجي ترمي دروب في البلكونة عندي هنا لو سمحت يا عم الحاج، يا عم الحاج ابعت لي دروب هنا في البلكونة بعد اذنك. دروب يا حاج. طب انت يا حاج هتخرج بره الزون كده، حاج هتموت كده يا حاج، انت يا عم اللي ساق الطيارة ده. بص بعت الدروب فين ابن الايه، ازو مش تقفل، ازو مش تقفل عندي يا لا الهول. طيب انا لازم انزل بقى فورا. اوحش حاجه يا جماعه في اللعبه دي ان التخفيله ما تبقاش عارف جات لك منين. انا لسه بقول، انا لسه بقول يا ابني، لا يا ابني يا ابني بس 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 منين جالي من ده؟ انا لسه بقول يا جماعه، انا لسه بقول، انا لسه بقول اوحش حاجه في اللعبه دي انك ما بتبقاش عارف التخفيله هتجيلك منين. انا لسه بقول يا جماعه ما اعرفش، انا قلبت هندي في اخر الجيم، ما اعرفش انا ما اعرفش كنت بقول ايه والله حرام. الجيم كان شغل عالي. انا بستغرب يا جماعه اللعبه ليه عاملين مهمه كومبليت وان براذر ان ارمز ماتش، وتيجي تعمل عايز تعمل الجيم البراذر ان ارمز ده تلاقي يقول لك سيستم نوت افيلابل. طب اللعبه حط بص اهو، ادوس اهو بصوا سيستم نوت افيلابل. طب سيستم نوت افيلابل وده على طول وفي اي وقت. طب حاطين المهمه ليه ما هو نوت افيلابل؟ بس كده يا جماعه بكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنساش باللايك والاشتراك. شكرا جدا لكم، اشوفكم الفيديو الجاي.